يا بابا وين ماشي؟ ماشي شوف واحد جابوه البارح باش نطلع عليه، جابوه مريض الهنية. لا يا بابا زيارة تعدات. زيارة تعدات ما نقدرش نطلع عليه بعد الأربعين ولا بعد غلوق العام. اش معناه بعد غلوق العام؟ هنا تقول لي زيارة تعدات، باش تجي بعد الزيارة الأربعين ولا غلوق العام؟ أي بابا من فضلك خلينا نكتموا على رواحنا وما تضيع لنا شي وقتنا ترى. إيه وقتك فيه؟ توا نشوف فيك مشوار وأنت تتلغمش معك الزويز وتفضيحك، هذاك ما يسالش، وكي وصلت لي أنا عمشتك ديالنا فهمتي والغايب أخضر معروف، في وجهي ما ترى. أي بابا من فضلك انزل بلاها زان ولا تخان ترى وخذ الدورة. الدورة؟ اهلا عم الحاج. اهلا على سلامتك. على سلامتك. سلامه ولا بس عليك؟ لا لا بس دخلت لاباس عليا صحيح ما عندي شيء، هو هذا السبايا باش يمرضني ونخرج مريض. اش بيك مع عم الحاج؟ يا سيدي الراجل جايني متحزن على كلمه اللي قلت له وقت الزياره تعدى ولا يتمخصص عليا وهدره جابت هالي وما نعرف شنو. ايزي يا راجل انت ما تعرفش عم الحاج، انت هذاك مدلل علينا الكل، انت هو حتى الطبيب وموصي عليه يدخل ويخرج في كل وقت. ها انت في هالمكشر يا سيدي كيف المسألة هكا؟ ملا قيدنا غالتين وسامحنا. طبعا سيدي جيت في الشفاعة ما نخدم على نفسي يجعل بلاك على غير يدينا. عم الحارف ما نبس عليك. نبس فما واحد المريض جابوه البارح حبيت نقابل الطبيب ونتكلم عليه. شوف اهو جاي اهو جاي الطبيب ساعة علمي بيه عنده ما يعمل او عندك الزهر. يا عم الحاج عالسلامه يا حوالك زيارة ونيارة شعور خالتي شعور الجماعة كله بخير وعافية لاباس اش الاختص عايش عندي قضية معاك بالله سامحني كان اي لا تو باش تفضل مع بحذاء البيب ما بلشي مستعجل وعندك ما تعمل. انا مستعجل تو انا باش نخدم الفرصة هذي عندي مدة ما ريتكش متوحشك. هاي تفضل معي هاي تفضل معي بارك الله فيك. بالله يا سيد الطبيب البارح جابوا لكم واحد اسمه الحطاب الهنية، حبيت نعرف اشنو احواله وباش نوصيك عليه. انا اعرضني نسيبه وكلمني بكلمتين طايشين. هو جابوه مبدئيا القسم الاستعجالي وقت انا كانت عندي عمليه، لكن اليوم نظن باش نباشروا. قال لي ندرى شنو كنتوا في رحله وخرجتوا مع بعضكم ولا ايش؟ وعلى كل حال قال لك قالوا حادث ولا شنو عدى؟ حبينا نستعمل الفرصه هذه باش نسالك كان شنو الحادث اللي وقع له وكيفاش وقع له؟ يا سيدي الحادث مش الحادث اللي وقع له، هو اللي وقع الحادث نفسه. كيفاش هو وقع الحادث نفسه؟ اي نعم هو جاب لبلاد روحه. يا سيدي صلت عندي اللهم صل وسلم عليك. مشينا في رحله هيك مشينا جميع البر اي تفلية تعرفنا واحد حبيبي ياسر تو جا 40 سنه فلاح كبير وهنشيلو في ثنيتنا حلفت علينا وهبطنا للهنشير وقال لازم تتعشاو بحذايا وتبتوا بحذايا لبينا نتاعو دخلنا نقابل غمز الخماس نتاعو مشى بحنا علوش ساعة من زمان والكرسي طاب وش قال قبل هكا نودك ولا شهيك تمشي مليانة بالحم العلوش وفي وسطها اللية نتاع العلوش تقول عليها تمشي قد الحلاب المطلي نتاعنا انت في الوسط. سير حطاب كلاه شوية بكسكسي وكلاه كالحماد وبدا يحفر قدامنا لاهي به فهمتش حفر حتى طيح اللي فك الحفره اللي قدامه وكلاها الكل. وانا والله حشمت مع الراجل لكن ما علينا صح عليه. يبدا سيدي ومن بعد قعدنا هكا نحكي وسير حطاب ممدود هكا قدامنا يشخر حشمني زاد من السخير نتاعه مشوار وقام خرج ما فطرناش به. احنا كاين ونسمعوا في العيطه قامت والناس تجري والناس واحد ساق فيها صباط وساق ما فماشي عريانه وحوايج نمشي والناس تجري باختصار جرينا ثم لقاو سي الخطاب مغروس في حفره غرسان بصل يا ولدي فهمتي هو دايخ والكلاب تتنس وتعيط ستة من الناس ما جبدوهم لك الحفرة وطلعوه وهو دايخ
وغمز الفلاح الولد نتاعو مشى على الجراج خرج كاميون يزرع لي السلعة وحطوه في وسطها وجابوه الهنية. فهمتش هذيك يا وليدي مسكين تو ايش لزو حتى الولد يزرع؟ قال لكم شي دخل علاش خرج؟ مانيش انت بعد انا وقت اللي مشاو يجيبوا الكاميون هو ما كان بدا يفيق شويه ايش لزك يا حطه واش خارج وين مشي؟ ساعة مقدور كله كلاب كلاب قدمته هو ثرمته شوى فما شجرة متاع بروكديان بحضر البيت نتاعنا قمرها وكيف قمرها قفلش نحنا وخرج يسرق في البروكديان يا أخي الكلاب فطت به هو نحى البروكديان الأولى والكلاب تصمص عليه بدي يجري هارب بالرعبة وكاكا فمشي ودينا ظلام وإذا به تعرض الحفرة هذه يطيح في وسطها تقلب في شي قلبان غرسان راس بصرش فهمتي عاد الحبة يا طيبي عايش تتلها الإيدي وتشوف وراه مسكين ما عنده حد وما عندهش كل الإيدي عامل حاج والله عيب عليك لازم باش تبصيني على عامل حطابة يا أخي ماهوش صاحب بابا ماهوش يعرف يعمليني هكا كبري إيه راه مدقدة كيف فاشكة مسكين ليكن متهني أنا خايف كل من حاجة الكلاب اللي هبشتوا يجيش فيهم كلبة مكلوب جدا ويكونوا فيه هلا هلا نسبوا في تقطيع المنديل ومن هذاك خاف خلف هل هذاك خايف على خاطر خزرته ما عجبتنيش عينيه تقلب كيف هم البويا فهمتشي وساعة ساعة عينيه تحمار ورسانه يخرج من هونية والريقة بتاعه هابطة تو انا كنت دخلت للسبيطار الو ها مستر ستيريليزي ما موجود في الخزانه اي نعم دريجين يجي طيب شو الطبيب اللي عايش كيف صرت دخلت للسبيطار حبك تعمل كيمياء عملوا في اللي يخدموا المطورات نتاع الطوموبيلات تعمل له في بدو ريفيزيون جنينا وشنو هي الريفيزيون جنرال اللي تحبها نعملها على الطاوله واش عندي شوف عنده سخير ياسر عنده لحمات في حلقه في قراجمه وعنده سيدي فتق كيف يخرج له كيف يكح الفتق هذاك يا سيدي يولي قد البزوله نتاع المعزه المالطي يتدلدل بين افخاذه وعنده حاجات بسيطه ما عندهاش معنى عنده شويه الفده وعنده الكبده ما جاش حاجه اخرى هذا ما قلت لها الحاجات اللي ما زالت حتى بالحراب تاعها فاش عنده مصران الرخشينه ومصران الجيده ومصران الزايده برضه زينا مصر كان مرمى اللي تحب نحلها لعمك الحطب حلو شاطني في الكرش ولا خلي هذا الكل انت هاني بالحمايه بتاع خش بتاع كراش يا سيدي كون متني من رجع لك عم الحطاب الا ناقص من عمره 10 سنين صغير تركوش ينطق الغزال ونقص لي من الوزن نتاعو 10 كيلو الحطب بالله يسامحني خليت لا لا اه بسلام يا عايش تفضل هاي قهوة بالله يقول لي في شنيا الداسقة اللي صارت للراجل اللي يقول لك خرجت تبكر عليه كاين وصيت ها جابوه شكل الحن في خزمة كاين وصيت هاي وعلاش ما تخرجش كاين وضبع واخش كان هذا هما ما هزوه ووصلوا به اللي يعلم ربي بحاله هذا كب كله مما كلته في كلية وكل حم حتى بشم خرج يتسورق باش يسرق البرودجان يا اخي روحوا بيه وانا مشتك يا عروس عاد اللوم عليكم انتوما اللي خليتوه خرج وحده في الظلاء وفي بقع عمره ما مشيلها ما هو عاد مسيكن هي ترفو حتى بقع ما ترفو بدا يتركع حتى تكرتع كنت شوفك المغبونة مرتو حالة سقف الحجر ليش هي مسكينة معي كيف الدرويش نصب من البرق وإذا تكمل عليها هم راجلها والليل اللي يقول لك في ليلة ونهار كينها قردة اتقي الله يا مراه
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شبيك تتحري على جدب وتتحرق بلباس؟ ما هو لباس خويا، شو اللي قلت أنا؟ دي مرأة سلختها ودبختها ومسختها، وأنت في بالك تدافع عليها ومسخفتك، وأنت نازلة فيها ركبة. هذا عيب يا مرأة، هذا عيب. الجاب ضحكتني. موحشك يا صنعتي، كيف راك عند غيري؟ أنت ياك نهار برك، ها؟ كنت تتكلم على واحد تعرفه. ايه. اللي زعما حال هكا دعدع شويه وزعما زعما مسخفك حال وانت عييت وانت تريش له وتقطع له في لحمه وتكبله في امي. انا يلي اللي اي انت ملعينة انا بلا مره. ها انقل بلا مره كنت تتكلم انت وذاك صاحبك شقنون شقزقرون ايه اللي يقول حتى اسمه ما تعرفوش من كذب بتاعك يا باشا. نعرف عليه انا اسمه معوج على كتبته اسمه معوج كي وجهه. برا برا حل الباب شوف شكون جاء ويزي بتقشقش حناك. تعلمت منك تقشقش. ما طول لسانك بزعيمها لفتنا غريز وتخرمين. عسلامة عسلامة مرحبا مرحبا. ها نظن مشيت طليت على سيد حتى. اي هاني من غادي الهوني. وشنو حواله؟ اوه في حالك ما كان يسكت عليا انت دعليلة. اي تفضل زور زور. لا دبية على سلامتك على سلامتك مرحبا بيك يا عايزة. تفضل اقعد. هاني زيت. هاني زيت كي زيت الخروع المدي. اسكت يزي شو اسبلتا. ايه ايه اشي حواله سي حطاب. ايه حال كرموس في العديلة وخي زيب في نهاري. لا أظن عاد اليوم لقيته خير شوية من هاك النهار. إيه ومن البارح. خير بيسر. الحمد لله الحمد لله. نسمع فيه صناعة الطبيب. زاوية تفقدوا فيه غادي هي ورز ليخر معاها. ايه. وأنا ما زلت بحزي. عاد خيتي هي تتكلم بالسوري وأنا ما نعرفش وليت عاد قلت المرزوقة وكبس يترزم لي. ايه. ولا ما قصرتي ترزم لي بالقدي. أش قال لك مرزوقة أش ترزم لك؟ قال لي الحمد لله. أو الدم طاح سوي خده ولا سلاسي لا ولا كرات ديس ترجمة صحيحة. أي. أي. ولا والسخانة زادة نقص الحق متاع ربي. أي. ما نعرف 45 ولا وقديم. لا 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 سخانة ولا فانتكان فانتكان. أي. أي. كيف كيف المترجم كيف كيف برا خشيك برا يا خشيك برا يا هيشة. اي وشو حوالي القريج ماتو؟ هكاك اما وخي زيبرة نسمع في هك الصانعة اللي معاه تكتب عقتلك هي بالسوري وعلقت الورقة عند راسها ومرزوق ترزمها لي بالعربي. اي والحمات قصوهم له شي؟ ايوه بل هو على سنسير يا خيبة قصوهم له من خشم ومحاقه. استنى نقول لك اللحمة هذي عظمتها قد مطلقة هاي عجيب هكا اللحمه. من جد وتيريتهم يا خلبه؟ قال لك يا زنوبي زوز كيلو ولا زوز كيلو وجرام ونص. قال لك مرزوق اسبت مني نديله يا عم الحاس توقف. يا 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 مرزوق مرزوق ما 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 مرزوق. ايش 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 سيدك عايش ايش ايش قل لي. نعم هالحمات اللي قصوهم سيدك الحطار قداش يوزنوا؟ قالت هي زوز كيلو ومن قصوا ومن خشوا ومن حلقوا ولا كيفاش احكي لك؟ زوز كيلو كيلو غنمي وكيلو بكري. اي معهم دواره وانفاض وكبده وقرعين وزمازم وبرزه برزه حتى تقريبا. ايش الهوني ايش وماشي هاتي انت ماشي نكور فزاك على ولادنا لا بقول على روحي برا 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 كور على راسك بلا لازم اللحمة البقري من حلقه واللحمة الغنمي من خشمه. في اللطف في اللطف إن شاء الله. قالوا لك شي يختش خارج المستشفى. إيه حب له مدة حتى ينحي حسك زبيرة من سيقه ويتعافى ويسد روحه شوي. خاطر يا عم الحاج السر قتل ولا خيال ودخل شر مسيك ملا ملا على شر مسكين على العوينات الحطاب ذاب الوازي
ولنا خليته على ماكلتهم هذي وراسك انتي طيبت له طازين بالعزة بالمخ داك داكي مني داك المليح وعزنت له خبزة مبسة اللي قلك ترمي عليها الحبلة وزدته معاها صحفة بنادق خلي خويا يقيم قلبه طرف يا سوم عمر ديت له هالماكل الكل وما لا يعمل حق يا اخي نخليهم يقتلوا لي خويا بالسر لا يا لنا ما يقتلوا لي خوك بالسر اديله هالماكل الكل فانتي ولي ما تمشى العلاقة هكا نعملوا مه هذه البيت مرزوقة نعم شغل هذه البيت استنى شغل نومي وي وي هادي كلام تهديس ايوه وثم الخطر الكل يا اخي سوق العصر هوني وي وينو سين الحتى هاوكا ايه ولا هموم الكل اسلمه يو وانت يزي ما مجاوي يطلوا عليه تحاين الناس كل كيفك انت ما لانها الاهل ولو الناس ولو مالي الوجه يفرحوا لا الحاجة كيف نادي مرة طلع الرجل يزي من دول ومن الكلوف السلام عليكم هاي هاي قدم عم الحاج هاي سي عميرة سي الحاج مصطفى جماعة كل هنية يا ودي يزي من الكلوف بعد يا الحاج مصطفى ودي كيف الوعدة تتبذر رزق اشنوى من بديه بديت تعيب علينا في عبادك ولا اشنوى عجيب يعني تلاه عشيطة يعني تلاه على 6000 مرة انا كنا رايدين شفت يا خالي مصطفى عم الحاج كيف بززو ما يقرص كلا ما يقرصوش صحيت يا ابو البيزة صحيت شكيت بيها الخالك توا حسيتك وحسيت خالك معك اي وتوا تشوف خالي مصطفى شو يعمل لك يعملوا يدك ويده في عرقك وعرقه يسوع يا عهد جاي تطل عليا ولا تجري في البرق يقرب الحمد لله عليك اللي لابس يا عهد يا عهد يا عهد يا حاج لا ثورة سوية الحمد لله بقي عنده الشخرة يا ودي يسكت نجم لا والله زادت الشخرة يا ودي ايش عندك فيه؟ لطف عليك يا حسن والله كان بيع لها نشير ونداوي عندك سندة عندك تافك هو يا حاج لا باس راني في خير وخبير نحمد ربي ونشكره الشخرة زادت عنده يا سر علي على الشخرة اش عندك فيه؟ اش مطلوب على الشخرة الهنية يا مالا توا جات ليه ونتفاهم معاه توا جات ليه ونتفاهم معاه يزي مالا بالشفاء بالشفاء لقى تبارك الله وجايه لاباس يا راكب سكوتينك تبارك الله حنا كانت شخصت وتتراب انت غرقت كم معاك لا لاباس عليك الحمد لله لاباس عليك كيدت يا الشخر بقى عنده شخر يا ولدي اش عندك فش خير ونخير انت توا يا غلبة عمري لطف عليك يا حتى زعما زعما نخرج ونولي نضربك على الساقية ربي كريم ما تخافش طبيب هون يسكت يا سيدة طبيب يا سيدة يا سيدة يا سيدة طبيب يا سيدة طبيب يا سيدة 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 ما تخافش لا عاد لبس عليه تو نحيلوا الجبيرة ما شاء الله غدوة لبعد غدوة نجي نكون بحداكم في الدار لكن كان حماتي اللي وصيتك عليهم باش نحيهم له لقيت زاد في الطنبور اللغمة فمشي كانت الشخرة متاعه وترنبيطة ولا الشخرة متاعه كنت البغس كبرت ياسر بارك الله عليك
درنتك عندك يا سيدي ما تقول في الالات الموسيقيه وفي الانغام، تعرف الترومبيت وتعرف الكونترباس. اي ما تحقرنا احنا لك عامر، انا كنت في الموسيقى كان الكونترباس نتاعي اكثر من بابو المدخل نتاع البابو. وهذاك راح الطابل اللي تويك مسكين مريض هذاك كانت عنده ضربه على الطبل فمشي كيف تعدي في الخرجه في الحلفوين البلار نتاع الحوادث يدرك. اوه هذا هو تاريخ ما اهمله التاريخ. انا الشخره هذه هي اللي فزت يا ودي زي من الشخره نجدوا ساعه اش قال لنا اللي قالك لاباس الى صار عليك الدواء نتاعو تمشي نقول لك الله يرضي على مرزوق اللي جاب لنا الخبر الصحيح. قالك لاباس عليك شنو اللي قال لكم مرزوق؟ مرزوق على 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 قريت الورقه الورقه نتاع السخانه نتاع عمك حتى السخانه عنده 40 ديس والدم عنده 20 كنز. اشنو عاد؟ وي 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 ومنين جاه العلم هذايا؟ من عند عريف سيدي زعت يبدا توا شد نومرو البيت حطوا للسخانه ونومرو الفرش حطوا لضغط الدم. لا صواب الحق. يا خويا لك الحق. ديما تجيب خير. اذا كان زيارة فيت يا روحو. ايش يا بنتي؟ ايش انت ما زعيم ترد فينا وتسوق فينا؟ اسمع برا جيب لي الحوايج نتاعو والقفة نتاعو واللي عنده الكل والدوس نتاعو وتوا نمشي لويش تمشي تداوي برعواني. لويش رعواني رعواني شويش ندير ندير حصان حصفات لويش باش يكويلو اخر طب الكي. أصدع كيفاش عمل حاج سوق الغنم ذول كل قدامك وهنيني عليهم وتوا الحطاب يجيكم غدوة ولا بعد غدوة لا بأس عليه ينط كيلو خزان. بارك الله فيك حكم سيدي ماينا هيا عبدك الله يبارك حطاب بسلامة حطاب بسلامة حطاب هيا خليك هنيني على الفلفولة إن شاء الله ما عندك سوي يا سي الحطاب يوريك سوي بسلامة عم الحطاب بسلامة غدوة جيب لك تقصير ونازك ما تخافش باي بارك الله فيك دفنا عدشيشة والرقدة والعيشة اركض اركض مرقد بابا كانت تاخذ معايا توا اسمع قفز حماس ماني نظرة من هالعلة ونعمل سبعة وعد لله ان شاء الله تخرج لاباس الله يتولاك يا حاج.